السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يا سعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برد الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه فلاشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. بسم الله الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى. لا اله الا الله. شايف عندك في حياتك الماديه فيها انقلاب، شايف عندك انقلاب في حياتك الماديه. بص هنا، شايف عندك هنا طريق فيه خير وفيه تفاؤل بإذن الله تعالى. شايف في طريق مسدود وطريق فيه خير بإذن الله تعالى. الطريق الخير ده تقدم ليك ورزق بإذن الله. حاول تستغله، حاول تستغله. هيبان لك خلاص قدامك، هتفتح أمامك الطريق وهيبان إن هو الطريق الصح اللي أمامك. شايف هنا؟ شايف عندك ماشي شوية تعطلات، شوية مشاكل، بس هتتخطاهم بمشيئة الله، هتتخطاهم بفضل الله سبحانه وتعالى. بلاش تسمع للكلام الكثير، بلاش تسمع للكلام الكثير، بلاش تزاول نفسك في أمور. أنا شايف عندك رزق وعندك خير، عندك فرحة بفضل الله تعالى. جدد الطاقة، جدد الطاقة الإيجابية واخرج من الطاقة السلبية اللي عندك. عندك خير، عندك فرحة، بلاش الإحباط، بلاش الكسل، بلاش الكسل. ماشي، شايف في مشاكل في بيتك، في نار، شايف مشاكل في بيتك مش قادر تخلص منها، عندك مشاكل كتير في حياتك، بتحاول تهدي النفوس، بتحاول تتخطى المشاكل دي ومش عارف. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة عليه. بسم الله، شايف عندك خروج من محنة. عندك خروج من محلة، عندك تعويض من ربنا سبحانه وتعالى. شايف الشريك هنا مش فاهمك، في مشاكل ما بينك وما بينه. دايما الناس بتتكلم على الشريك او بتتكلم عليكم، في كذا شخص عايز يوقعكم ما بينك وما بين الشريك، عايزين يكسروكم، عايزك تغير من نفسك، عايزك تغير من نفسك، لان هم عايزينك تسيب الشريك. الأيام اللي داية عندك خير بإذن الله. عندك هنا في سحر، في سحر بيتجدد، في سحر بيتجدد من واحدة ست، سحر بيتجدد تلقائيا كل شهر من واحدة ست. أنا شايف هي لسه ما اتجوزتش، الست دي أو البنت دي لسه ما اتجوزتش، هي اللي عملت لك السحر، فالسحر بيتجدد، عندك طاقة سحر. شايف ان انت بتحاول تدعي وتقول يا رب خرجني من هذا السحر، خرجني من المشاكل، خرجني من اللي انا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك بتدعي كتير، بتقول يا رب انصرني، قلبك مكسور. بتلاقي حتى مهما تعمل بتلاقي ناس بتأذيك، مع انك عملت معاهم الخير لكن بيبخوا السم عليك. في مشروع او موضوع شغل بالك فيه وبتحاول تدخل في هذا المشروع، ان شاء الله خير، شايف خير باذن الله تعالى، بس كن حويط وخلي بالك الايام اللي جايه. حاول تاخذ القرار الصح علشان ما تندمش عليه بعد كده. بسم الله الكاشف. انت وقعت في مشكله او وقعت في حفره، لان كتير حوطوك او وقعوك في حفره واتكلم عليك وهم الاقارب. هم الاقارب. بس انا شايف عندك حصان او حاجة هتخردك من اللي انت فيه، هتخرج من الدومة او التحويطة اللي حواليك. عندك تفاؤل بإذن الله تعالى. حاول تحس بالتغيير، حاول تتغير من نفسك او تغير السكن اللي انت فيه او تغير حاجات، لان انا شايف في شراء مسكن او شراء بيت او شراء حاجة انت مستنيها، شراء سيارة، في شراء حاجة معينة هتشتريها. عندك نجاح في الدراسة بمشيئة الله تعالى، عندك نجاح. شايف ان هنا انت عندك ندم، ندمان على حاجة عملته، ندمان على حاجة عملته، عندك كمية ندم.
اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك هنا بتحاول تلملم أوداعك، بتحاول تلملم أوداعك. شايف هنا برضو في طريق خير وطريق رزق، طريق خير وطريق رزق. حصن نفسك، حصن نفسك واقرأ الدعاء، وعليك بالتحصين، عليك بالتحصين علشان السحر يبعد عنك، عليك بالتحصين علشان السحر يبعد عنك ويبعد عن الطاقة السلبية، يبعد عن الطاقة السلبية. شايف هنا بسم الله الكاشف، خليك مستقل بنفسك، بلاش تسمع للآخرين، بلاش تسمع كلام الناس. عندك هنا اشتياق، مشتاق، عندك كمية اشتياق لأطفال، لأهل، لحبيب، مشتاق لحد، مشتاق لحد. انت في حد بعيد عنك مشتاق له جدا. هذا القراءة احبابنا في الله عامة للرجال والنساء، وقراءة مفتوحة. شايفك انت في حد مسلف له او انت بتديله فلوس، انت مسلف حد فلوس. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في حد حق ردع لك فلوس، ردع لك سواء كنت انت مسلفها لحد، لان في فلوس دي لك، في مشروع مقدم عليها دي لك باذن الله تعالى، بإذن الله ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. بص هنا شايف الناس اللي حواليك مش كويسين جدا، خليك هادي وبلاش تتعصب، وبلاش عشان تتخطى المشاكل أو تبعد عنها، حاول تبعد عنها، حاول تبعد عن المشاكل، لأن أنت في قصة حلوة، في طريق حلو، او حال انا شايف رحلة، حد هيكلم لك وهيعتذر لك على هذا هو عمله. شايف في حد هيكلمك ويعتذر لك. بلاش تسمع كلام كثير، والكلام الكثير بيخلي النفوس تشيل، بلاش تسمع كثير. في حد هنا بيحاول يتكلم معاك او يوصل لك، بيحاول يتكلم معاك او يوصل لك، بس خلي بالك في ناس بتحاول تخدعك، بتحاول توقف في شر أعمالك، خلي بالك، كن حريص. شايف هنا أنت دايما بتدي لك الناس، بتعيب لك على أشخاص، بتقول لك الشخص ده مش كويس ابعد عنه أو هكذا. حاول أنت تقيم بنفسك وأنت اللي تشوف بنفسك، بلاش تسمع كلام حد، لأن أنت هتكشف الحقيقة قدامك، هتكشف كل شخص أمامك قدامك، بس الحقيقة هتودعك. شايفك بعد ما تكشف الحقيقة هتودعك. شايفك انت بتقول ربنا بيحبني، ربنا نصرني، ربنا اداني على قد نيتي، لانك انت طيب وما تستاهلش كل الشر الناس اللي بتقدمه لك ده. شايف الايام اللي داية باذن الله، شايف عندك حاجة حلوة، هتغير من نفسك، هتغير من حياتك. شايف ان عندك تغير، هذا حلو، ادي لك هتغير، حاجات عندك كثيره. شايفك ان انت بتلملم حالك، بتلملم فلوسك، وبلاش تصرف كثير، لان اللي داخل خارج، الفلوس في ايدك بتبخر ما قاعداش معك يعني. لان شايف هنا حاول تلملم علشان تقدر تصرف وتقدر تكمل طريقك. اللهم صل على سيدنا محمد. حاول ان انت تستغل كل الوقت اللي عندك او كل الوقت اللي في حياتك. شايف عندك خير، عندك رزق، عندك حب، عندك تفاؤل، عندك حد هيكلمك ويعتذر لك. شايف هنا كمان انت بسم الله الكاشف، حياتك هنا المادية اللي جاية على قد اللي رايح، مفيش حاجة مكتملة او متجمدة معاك، ما فيش حاجة متشالة، اللي داي على قد اللي رايح. علشان كده بقول لك حاول تمسك على ايدك، حاول تغير من نفسك. عندك خير، عندك خير، عايزك يعني بلاش تكون محبط. احب ابشرك ما شاء الله عليكم، انتوا يعني هنا هتخرجوا شخصين من حياتكم، هتغيروا شخصين من حياتكم، بيتدخلوا دول في خصوصياتكم، بيعملوا لكم مشاكل. البعض عندكم هنا اللهم صل على سيدنا محمد عنده بشرى بمولود،
عنده بشرب مولود، في بعض منكم عنده زواد مرة أخرى، مرة ثانية عندكم زواد، في زواد مرة ثانية. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف عندك هيكون فلوس هتمسكها في إيدك، الفلوس دي هتمسكها في إيدك، هتحقق بعض الأمور اللي طال انتظارها. شايف إن أنتوا بعض الأمور عايزين تحققوها، بمعنى أصح بلاش تشتكوا من ألم المعدة. الحاجة اللي بتشتكوا منها اكشفوا عليها، لأن السحر عمل لكم تعب في المعدة، حاولوا تخلصوا من السحر، لأن شايف طاقة سحر عندكم، حاولوا تخلصوا منه، لأن شايف عندكم كمية طاقة حزن، طاقة سلبية، طاقة تعب. اللهم صل على سيدنا محمد. في سر هنا، أنت لو اكتشفته هتحط النقط على الحروف بشكل مختلف. شايف إن لو اكتشفته هتحط النقط على الحروف بشكل مختلف خالص. شايف هنا الأيام دي أنتم من أكتر الأيام اللي عندكم كسل، عندكم خمول، يعني حاسين بإحباط طول الوقت، والصداع مستمر، عندك الإصداع مستمر. شايف إن أنتم بتاخدوا علاج بيخفوا شوية ويرجعوا تاني، يعني الصداع مزمن بمعنى أصح كما قلنا، هذا من السحر. شايف هنا إن أنت خلاص قررت تنتبه، قررت تاخد خطوة، قررت تغير حياتك بالكامل وتبصوا لنفسكم بشكل مختلف. ابتداتم تحققوا النجاح، توصل للهدف اللي انتوا عايزينه، وابعد عن الناس اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخد منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، دايب لكم طاقة إيجابية، دايب لكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر مستنيين، يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتدي لكم حادة وتختفي، بيدي لكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حادة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطه، مش عارفين ايه اللخبطه، لانه عندكم هنا روحانياتكم عاليه عاليه بنسبه شديده، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضه اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر، اكثر حدا عندك الحسد. الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة جوه الحسد، وعندك السحر. بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة، بتساعدك كثير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر، فأنت ساعد نفسك، ساعد نفسك خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانياتك، لأن روحانياتك كويسة، ماشي حالياً يعني هي اتفتحت معاك الأبواب كبير مرة، مشيت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر أحبابي في الله، بس الطريق هتمشي معاك مرة تانية وهتمشي لهدفك وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه وهتعلى. شايفك أنا أنت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي أنت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معهم، عايز تبعد، قررت إن أنت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول أنا ماليش دعوة بالأشخاص دي، أنا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقة، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها أو تعب كتير أو صرفت عليهم فلوس كتير، فأنت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم. لأنك أنت سمعت كلام كتير، يعني شايفك أنا بس أنت واقع هنا في مشكلة. في مشكلة في المحاكم أو حاجة، بس هي تتحل خلاص، يعني أنت عندك ثقة في الله كبيرة جدا، لكن هتخلص منها بإذن الله تعالى. مشكلة اللي عندك الماديات، في انفراجات كبيرة ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات أو فلوس، أو أنت عطى حد فلوس سلف أو مسلف حد ورد عليك بإذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه، هتوصل، هو ماشي حصل معك شويه تعب لكن هتوصل بقدره الله تعالى، كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حاجه لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حاطك في دماغه، حاطك في دماغه الطرف الثالث،
انت معطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقه، عايز يوصل لك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمره بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء، من حروفها. صل على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حدا هنا انت مقصر فيه او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير، مقصر، في حدا مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي جاية لك فيها خير بإذن الله تعالى. في استلام من أوراق، أوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا هيشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك او شغل او علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدا هتنشال وهتأخذ حدات احسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك، او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كما انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كثيره، في ناس كثيره مش بتحبك، زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق. ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى، ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاجه مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حدا بتتكرر معاك، اشارة، حلم عايز تفسره، في حدا انت عايز توصل له، في حدا تعباك محيراك محتار فيه عايز توصل له، لانك لو وصلت للحدا دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحدات كتيرة تعلي من شأنك، انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحدا دي، والحدا دي ان حليتها هي عقدة او هي حاجه مربوطه او حاجه مكفوله، ان فتحتها وحليت لغزه هتوصل للهدف الصح،
هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من أي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجه برضه هنا هتفرحك الفتره دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيرا والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فتره فاضي، من فتره يعني من الماضي، من فتره فاتت، هيبدا صفحه جديده او هيكون في صلح ما بينكم او انت اعتزلت عنهم، في خير باذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حاجه، حتى في المال اكتر حاجه مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثه ما بينك وما بين حد، امسحها او اتجنبها، بلاش كل شويه تمسك التليفون وتبص على المحادثات او منتظر منه محادث او منتظر منه يبعث لك حاجه، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، وعارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك، هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقتش شايف مين بيحبك، ما بقتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا، عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك، هتبدأ تتحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخذلان، هتعرف إن في حد هنا هيدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر باذن الله تعالى، فاتحه معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحه، فيها فرحه ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكله في الاول بتخلصها، هتخلص باذن الله بسهوله وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعه، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفتره اللي دايه فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول لخطوبة أو حد يرتبط قريب ليك أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجة تتكلم عليها، اكتب اكتب شوية، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حاجة معاكم، يعني شايفكم برضو انتم منتظرين كذا حاجة تحصل، منتظرين طاقة خير ليكم او يعني طاقة فرحة، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شك، يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم، والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كانت صافيه، نيتكم كانت كويسه، بس هنا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديده ليك، فيها فرحه ليك، فيها سعاده ليك باذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك لان عليك نذر. ليك عليك نذر هتوفيه باذن الله تعالى وهتحسبها بالورقه وقلم وشانك هيطلع وهتعلي بقدره الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كله. اتمنى من اخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه هل اشترك في القناه وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني، وان كنت بتعاني من السحر او من النس او من تعطيل او من تابعه او من اي شيء داخل القناه ننزل كل شيء بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم جميعا وإياكم يا آمين يا رب.